الموت سلعة مرغوبة ومشتهاه ومحبوبة. الموت البشع طبعا، هناك من يهوى زيارة تلك المواقع الرهيبة. الفكرة هي أنك تريد أن ترى أقصى مدى تصل له بشاعة الأمور، وبعد هذا تنتشي بأنك ما زلت حيا. وصلتني أولى الصور يوم الثلاثاء لعله الأربعاء. كنت جالسا في مكتبي أتفقد البريد الإلكتروني كالعادة. هناك 1000 خطاب من غادة وهي تتوقع أنني أقرأه. طبعا لا تتصور ولا تتخيل أنني أمسح الخطابات أولا بأول. لم أعيد أطيق قراءة أفكارها السخيفة. أعرف يقينا أنها ترسل لي بعدة أسماء وهمية، أسماء فتيات طبعا. عندما ترسل لي فتاة اسمها شيري المغرية وتقول إنها رائعة الجمال وعندها 20 سنة وتعشقني بجنون، فإنني أدرك أن هناك مقلبا. هذا نوع من الاختبار الأخلاقي، وهذا النوع من الخطابات بالذات هو الذي أفتحه كي أغيظها. لابد أن أنثر عبارة أو عبارتي غزل في ردي لتجن. وصلني خطاب من فتاة تدعى لوعة، اسم آخر واضحا أنه ملفق. لو كانت هناك فتاة اسمها لوعة فلا بد أنني عمر الشريف. فتحت الخطاب فلم أجد أي كلام، فقط هناك مشاهد بشعة لعملية تشريح جثة. 4 صور تظهر فتح البطن وإخراج الأحشاء، و من يستدعي المجنون الذي يرسل لي صورا كهذه؟ تخلصت من الخطاب طبعا، لاعنا أبا الملل الذي يدفع الناس للتسلية. للموت حرمة، لذا لا أفهم أن تقتحم لمجرد رغبة العبث. فجأة وصل خطاب جديد ممن يدعى ميدو. فتحت الخطاب ففوجئت بنفس الصور السابقة. من هذا؟ هل هي تفاصيل تشريح زعيم العالم أم ماذا؟ بحثت عن اسم صاحب الجثة فلم أجد، لا توجد أي بيانات.